عام 1979 أسقطت ثورة الخميني نظام الشاه بإيران، وفورا شكل الخميني الحرس الثوري تخوفا من الجيش. بعد 10 أعوام توفي مؤسس النظام الملالي تاركا ميليشياته. في ذكرى 29 لرحيل خميني، اعترف الحرس الثوري عن طريق الخطأ بدورها التخريبي في المنطقة، وأصدرت بيانا في ذكرى خميني أثبتت تورطها بالإرهاب والخطط الكبيرة لتصدير أفكار الخميني خارج إيران. لكن البيان تغافل الأوضاع الداخلية المزرية والثورة ضد النظام بالمحافظات الإيرانية، وذلك بعد فشل ميليشيا الحرس الثوري في إخمادها.